Smile. ดูคุณละคนถ่ายทำไม Are you listening? Damn. Hi everyone. Salam alaikum. J'espère que tout va bien avec vous. معكم جواد. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفونيش راه هذا هو ثاني فلوغ ليا هنايا في تايلاند. J'espère يكون عجبكم الاول واللي ما تفرجش في الفيديو يدخل لاشين راه غادي تلقى الفيديو الاول على بوكيت عطيت فيه ديز انفورماسيون و ديز استوس على البلايص و لي ديستيناسيون لي مزيانين في ديك المدينة ولا في ديك البلاصة داكور فاهمين المهم اللي ما شافش لا فيديو يرجع لاشين ويضرب طليله Just hit a button, Morty. Give me a beat. Oh, man. Okay. All right. قبل ما ندوي لكم على هذه البلاصه اللي حنا كاينين فيها دابا باغي نعاود لكم اش طرا لينا فاش كنا جايين في الطريق الفيلم اللي طرا اون فوا خرجنا من الهوستل درنا تشيك اوت يعني سلمنا الصور للادمنستراسيون تما خرجنا مشينا بغينا نشدو الباص يعني الباص اللي كيجي لهنا ديريكتومون وتلاقينا بلي راه اخر باص كيخرج مع الوحده حنا ديك الساعات كان ديك 3 سكيفي يعني يا اما نرجعوا للهوستل ولا نلقاو شي حل اخر يا اما نخلصوا طاكسي كورسا يعني كتخلص البلايص كاملين وكتخلص ليه لالي والروتو يعني هذيك الثقام غاليه والبلان اللي طرا هو اننا شدينا باص لاقرب مدينه للديستيناسيون اللي حنا غاديين ليها اصلا وديك البلاصه سميتها تاكوابا وتقام علينا الباص تقريبا 130 باط اون فوا وصلنا تاكوابا مشينا نقصيو في واحد البلاصه تما قريبه وفي ميم طون بدينا كنقلبوا على شي اوتيل حقاش كانت عندنا ليدي ديال اننا نباتو في ديك المدينه ديك الساعات وتا الغد لي غنشدو الباص اللي كيكون مع 9 ديال الصباح مشينا كنقلبوا وكاع لي زوتيل اللي لقيناهم غاليين فهمتي يعني ما كاينلاش نزيد ديك الليله وانا اصلا غنعس من 9 ولا من 10 ديال الليل وفي 9 ديال الصباح غنخرج يعني داكشي اللي غنخلص في الاوتيل حسن لي نخلصو في طاكسي نيت ونستغل لا جورني اللي من بعدها يعني داك الغد لي راه غادي تصبح في الاوتيل ولا في لا ديستيناسيون اللي اصلا غادي ليها وغادي تبروفيت المهم ما عليناش مشينا نقصيو تلاقينا واحد المحل لوكال يعني في غير تايلانديين وكاينه غير واحد المراه اللي كدوي بلونغلي مشينا دخلنا بحال هكا لومبيونس كانت زوينه يعني الناس جاتهم بيزا رديت البال اون فوا كندوزو بحال هكا بلا ما كيبدا يشوف كيقول لك فين غادي واحد المراه كانت كاع غتوصلنا بالموتور فسولناها على واحد لوطيل واحد الفيلاج فريمون الناس فيه في شكل نخليكم على السينيماتيك غتشوفوا البلان كيفاش داير يعني اون فوا وصلنا لتاكوابا اون فوا دخلنا مشينا نقصيو وتا فاش شدينا باقي طاكسي كورسا شديناها ب 200 باط لواحد Thank you.
ودابا باغي ندوي على الفيلاج اللي حنا كاينين فيه دابا اللي هو كاوسو. كاوسوك غادي يكون نقطه الانطلاق ديالنا للديستيناسيون اللي حنا اصلا جايين على قبلها. هذه البلاصه كتعتبر اقرب نقطه للناشونال بارك اللي حنا غادي ليه اصلا. Voilà, festival, c'est maintenant. Là. Half moon. ودابا ندويو على التريب ديالنا. دابخي لي ريغيرش لي درنا لقينا بلي راه خير ولا مزيانه لينا الا مشينا في تور للناشونال بارك على الا مشينا بوحدنا. لحقاش ديك الساعات غادي تقاموا علينا لي شارج فريمون غاليين. غير الطريق من هنايا للفيري ديال ناشونال بارك يعني الباص اللي كيكونوا فيها لي باطو هادي بوحدها راه شي 140 كيلومتر. يعني غادي خصنا يا اما نمشيو بالباص ولا نكريو ماطو. ديك الساعات خصنا نكريو من دو جو. سكيفي اش درنا حنا النهار الاول ما مشينا لبلاصه كرينا ماطو هنا مشينا للبو بدينا كنسولوا الناس كنشوفوا الديلز ولا الباكيج اللي عندهم تما وكنقارنوا مع لي بري اللي دايرين بينهم. وبطبيعه الحال لقينا فرق كبير. هنايا تقريبا سولنا شي ثلاثه لي بيغو كلهم كيقول لك 2500 وتزيد ديك 300 ديال الانترانس وتما لقينا لو بري ب 1700. اوكي خليكم على السينيماتيك وتشوفوا التراجي ديالنا غير من هنا لتما. Thank you.
3, 4, that's it. Good night, not more. Started reading.